ربي يحفظ بلادي ليبيا. أتمنى من الجميع التقيد بالنصائح والإرشادات والالتزام في بيتك على خاطر صحتك وصحة ناسك وأحبابك. نتمنى منهم ياخذوا الامر بجديه كامله، وان يتقيدوا بالنصائح والارشادات، وان يلتزموا بيوتهم هذه الفتره، وان يتجنبوا التصافح والتسليم قدر المستطاع، وان شاء الله ربي يحفظ ليبيا من كل سوء. ان شاء الله ربي يحفظنا اجمعين ويحفظ المسلمين، وان شاء الله كل واحد يعني يتبع الارشادات اللازمه والوقايه، وان شاء الله ربي يبعد عنا الامراض. السلام عليكم ورحمة الله حبانا في ليبيا وفي جميع أنحاء الوطن العربي. نتمنى أنكم تكونوا بخير وتلتزموا بتعليمات الجهة المختصة بخصوص فيروس الكورونا، تلتزموا بالبقاء في منازلكم، محافظة على سلامتكم وسلامة غيركم، والله يحفظنا ويحفظكم من فيروس كورونا. أتمنى السلامة للجميع إن شاء الله في ليبيا، أتمنى من الجميع التقيد بالإرشادات والنصايح. خليك في حوشك، حافظ على صحتك وصحة أهلك وناسك.